أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أينما كنت في أرض الله أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدث للإنسان أمور قد لا يفهمها، يقول لماذا أنا أعطى هذه البنت المريضة، لماذا يكون في بيتي هذا الولد الكفيف الذي لا يرى، لماذا يكون عندي هذا الطفل الذي لا يسمع ولا يتكلم، لماذا هذا الولد أو البنت المتأخر عقليا، ويعني المجتمع للأسف يسميه الطفل المعاق، وأنا أبغض هذه الكلمة. المعاق هو أي إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى، هو ده المعاق. المعاق الذي أعاق نفسه عن فعل الطاعات وعمل الصالحات، المعاق الذي لا يدخل في حومة الإيمان ولا في دائرة التسليم لله، هذا هو المعاق. أما إنسان نزل ناقص نظر، ناقص سمع، ناقص بصر، ناقص إدراك، ليس هذا معاقا. هذا لنسميه هذا المسمى أفضل، يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، بس من ذوي الاحتياجات. والله شوف، أنا أرى أن الحسود من ذوي الاحتياجات الخاصة، الحقود من معاق، اللي عنده غل في قلبه على الناس معاق، اللي يحب يدخل النكد على المسلمين هو ده المعاق. هي دي الإعاقة الحقيقية. الإعاقة الحقيقية هي الإعاقات السلوكية. الواحد معاق سلوكيا، لا يعرف الحلم، لا يعرف العفو، لا يعرف الصفح، لا يعرف الأدب، لا يعرف إلا بذاءة اللسان، وسبحان الله. طيب نفرض جدلا أن نزلت بي نازلة، أول شيء يجب أن أعلم أن هذه النازلة هي تدبير الله في ربنا يدبر، وأنا عبد عنده وملك له، والملك يتصرف فيما يملك، يغنيني هو الغني، يفقرني هو وحده المعطي والآخر، يعني يصحني والله هو الشافي المعافي، يسقمني هو الآمر بهذا، هو عن الميكروب أو الفيروس، هو جيب نفسه كده عشان يسكن داخلك ويعمل لك حرارة ويعمل لك كذا، أبدا والله، إنما هي أقدار الله الغالبة. فأنت يعني القدر لا يجري حسب تدبيرك أنت. أنت عايز تمشي الدنيا كما تريد، تريد مثلا إيه؟ أن طول السنة يبقى الجو معتدل 20 درجة مئوية، من الذي قال لك؟ طب بعض الرطب لا تنضج ولا تستوي إلا بشدة الحرارة، بعض من الفواكه والنباتات لا تستوي إلا بالحرارة. فأنت تظن أن لو شوف ماو تسي تونغ سنة 58 الزعيم الصيني، كان عندهم طائر اسمه طائر الدوري. طائر الدوري ده كان يمحق الحقول والمزروعات والمحاصيل الصينية. عمل ايه ماو تسي تونغ؟ قال الملايين المليانة اللي عنده اخرجوا كل واحد معاه قطعة صفيح ويطرق عليها طول اليوم لغاية ما ايه في كل انحاء الصين. خرج كل الشعب الصيني دول يعني بالملايين سبحان الله يطرقون على الصفيح، الطيور انزعجت من فوق الاشجار والمحاصيل، ظلت الى ان مات كلها. طيب بعد ايام هجم الجراد على المحاصيل الصينية فاكلها عن بكرة ابيها. ليه؟ طائر الدوري كان بيتغذى على الجراد، فانت لما انهيت طائر الدوري اصبح الجراد عدده رهيب، عدده كبير، فدحت الطبيعة تتوازن كما خلقها رب العباد. يعني معذرة، يعني الحرمة كبرت في السن، زوجها ايضا كبر في السن، مش زوجها توقف، يعني هو الرجل وصل 70 سنة قم هي نزلت تحت بال30 سنة، هي برضو ماشية معاه، تروح عند المرمم او طبيب الترميم او كما يقولون طبيب التجميل، شد يا دكتور، يشد الدكتور، ارخى يا دكتور، ارخى، كبر يا دكتور، صغر يا طبيب. يا حمي عجوز بعدما شاب شعرها واحدودب الظهر ذهبت للعطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما افسد الدهر. انت ان اعتبرت الكبر ده شده، انا اعتبره فرج. ليه؟ العقل يستوي، العباده تزيد، الادب يزداد، اللسان بفضل الله يوضع، لكن وانت صغيره السن في 20s و30s
قاعدة تخبطي في ده وتغتبي هذا وتهتم بزينتك وتهتم بالمكياج، لكن سبحان الله من كرم الله السن ده رحمة. فأنا أريد أن أقول الأقدار لا تسير حسب تدبيرك أنت، مش أنت اللي تدبر، لا 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 لا، يعني دبر ألا تدبر واختار ألا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. لا اختيار مع اختيار الله. أنت في الدنيا هنا، وده عايز أديك يعني حقنة إيمانية، أنا وأنت في الدنيا ضيوف في هذه الدنيا، تمام؟ ضيوف على من؟ على الكريم سبحانه. وهل يحمل الضيف هم الضيافة؟ بالله عليك لو أنت دعوتني على الإفطار ولا سحور ولا طعام، هل وأنا جاي في السكة أعود هم يا ترى هيشتري من أي محل؟ يا ترى هيشتري اللحوم من أين؟ والأسماك من أين؟ والخبز من أين؟ أنا لا أحمل هم الضيافة. ليه؟ لأن رايح بيت كريم. رايح بيت إيه؟ كريم. تخيل أنت رايح عند ملياردير على الإفطار مثلا، بالله عليك طول الطريق هتقول يا ترى هيجيبوا الأكل منين؟ جهزوه كيف؟ أنت لا تحمل. ليه؟ لأنك ضيف، هتروح تأكل وتمشي. ولله المثل الأعلى، نحن في دار الكريم، نحن في دار ضيافة الله، نحن في ضيافة الله في هذه الدار، والضيف لا يحمل هم الضيافة. بالعكس، الضيف بس يجي سبحان الله، ومدام أنا سبحان الله في ضيافة الله وملك لمولاي خلاص، يبقى أعلم أن الله سبحانه وتعالى، أن الله لما رزقني كتب، لما خلقني كتب بعد 120 يوم الرزق والعمر مكتوبة. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن اللص الذي يسرق أو المختلس الذي يختلس أو المسؤول الذي يرتشي وأخذ ملايين ومليارات، لو صبر لجاءه هذا الرزق حلالا، لكن هو بيستعجل وبيرتشي وبيأخذ الحرام عشان إيه؟ يدخل في جيبه. فالرزق إما إيجابي حلال وإما رزق سلبي حرام، ولكن كلاهما آت إليك. فلا تستعجل ما عند الله بمعصية الله، فإن ما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. اللي عند رب العباد سبحانه وتعالى عايز تطلبه، اطلبه بالحلال لا تطلبه بالحرام. إنما هؤلاء الذين يقول الشاعر في أحدهم جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. وأنا أرى الأولاد عندك والبنات لما يصعب عليك إيقاظهم عند الفجر، والولد يتقلب وينفخ والبنت تقول خلاص هنصحى، انتوا كل يوم تزعجونا، سبحان الله العظيم، ثق تماما ان اللباس الذي يلبسه الولد او البنت ونام فيه في ريالين او درهمين حرام. الملاية اللي نام عليها والغطاء اللي بيتغطى بيه والبطانية والوسادة فيها جنيه حرام، فيها دولار حرام. خلي بالك، المال الحلال لا ينتج إلا طاعة، والمال الحرام لا ينتج إلا معصية. المال الحلال هو ده اللي ينبت سبحان الله العظيم حلالا طيبة. المال الحرام اللحم الذي نبت من سحت، النار أولى به. ليه النار أولى به؟ لأن من شروط ومن حقوق أبنائنا علينا أن نطعمهم من حلال، وأن نكسوهم من حلال، وأن ننفق عليهم من حلال. ولا داعي للكماليات التي تضطرنا إلى أن نرتزق من حرام أو أن نأخذ مالا حراما أو أن نتكاسل في أعمالنا. جاء رجل يسمى ابن اللتبية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إليه، يعني زكاة المال وهذه سبحان الله العظيم هدية لي. قال نرسل الواحد منكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أو لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ لو جاء مش موظف في المكان ده كان يهدى إليه شيء؟ هدايا العمال غلول. أي موظف يأخذ هدية نتيجة عمله هذه رشوة، والرشوة حرام. الراشي والمرتشي والرائش حرمة في النار. نسأل الله أن ييسر لنا أمورنا، وأن يجعلنا ممن يفهمون تدابير الأقدار ويعلموا أنهم ملك لله سبحانه وتعالى، ويجب أن نشتغل في وظائف العبودية ولا نشتغل في مسألة أن احنا نحاول أو لا نحاول أن نفهم أسرار
هذا القدر الذي ينزل بنا. نسأل الله أن يفرج كروبنا وهمومنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.